بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم في القناة الطبية. النهاردة مع دواء جديد، هو هيلسيك. هيلسيك كبسولات لعلاج الحموضة وعلاج قرحة المعدة. هيلسيك يعالج التهابات المريء بشدة وقرحة الاثنى عشر. يوجد به مادة فعالة اسمها أوميبرازول، سبب رئيسي في تثبيت البروتون في المعدة، تساعد في التقليل من الإفرازات بصورة ملحوظة. من خلال الفيديو دوت هنتعرف على حاجات كتيرة إن شاء الله عن هيلسيك. أول حاجة، دواء استعمال هيلسيك. رقم واحد، يستعمل في حالات التهاب المعدة والاثنى عشر وقرحة المعدة والاثنى عشر، ويستعمل في حالات ارتجاع المريء. رقم اتنين، يتم تناول هيلسيك عند الشعور بحموضة المعدة او وجود حرقان في المريء والمعدة، او علاج والوقاية من القرحة الناتجة من استعمال المسكنات. رقم ثلاثة، يستعمل في علاج حالات الرغبة في الوقاية من قرحة المعدة في حالة استخدام كورتيزون ومسكنات. ما هي الجرعة وما هي طريقة استعمال هيلسيك كبسولات؟ من الافضل تناول هيلسيك قبل تناول الطعام بنصف ساعة. الجرعة المعتادة هي من 20 إلى 40 ملغرام لعلاج قرحة الاثنى عشر. الجرعة الوقائية من قرحة الاثنى عشر هي 10 ملغرام في اليوم. الجرعة المخصصة لعلاج عسر الهضم والحرقان هي من 10 إلى 20 ملغرام مرة واحدة فقط في اليوم. الجرعة المخصصة لعلاج تآكل الأمعاء من 20 إلى 40 ملغرام لمدة لا تقل عن شهر كامل. قد تظهر بعض الأعراض على الأشخاص الذين يتناولون جرعة زائدة من هيلسيك. هذه الأعراض مثل الدوخة، سرعة ضربة القلب، تشويش الرؤية، جفاف الحلق، وصداع وارتباك. إذا لم تتذكر موعد الجرعة ونسيت أن تأخذها، قم بأخذها فور تذكرها مباشرة، ولكن لا تقم بتناول الجرعة بالقرب من الجرعة التي تليها. اترك الجرعة المنسية، لأن مضاعفة الجرعة خطر على صحة المريض. في حالة الفشل الكلوي لابد من تقليل الجرعة. ما هي الأثار الجانبية لهيلسيك؟ الأثار الجانبية، بعض الأشياء تحدث عند بعض المرضى زي دوخة شديدة، تنميل في الجسم في أكمله، تورم في الشفاه والوجه، كسل في الحوض، كسل في العظام وخمول وعدم قدرة على الحركة بشكل جيد، نزول حليب من ثدي الأم لو كانت مرضعة. قد يؤدي ايضا هيلسيك الى الصلع اذا تم تناوله باستمرار لفترة زمنية طويلة. بعض الاضطرابات تحدث في المعدة وشعور بانتفاخ في منطقة البطن. من الاعراض النادر حدوثها كسر في العظام بسبب الاصابة بهشاشة العظام، ايضا تعرض للاصابة بتسمم في الكبد، وهذا نادر الحدوث جدا. ما هي الاحتياطات وما هي موانع استعمال هيلسيك؟ من الخطر استخدام هيلسيك لمن يعانون من قصور في وظائف الكبد. ايضا لا يجب استعماله لمن لديهم مشكله في الكبد. يمنع استعماله في فتره الحمل والرضاعه الطبيعيه، لان الماده الفعاله الموجوده فيه وهي أوميبرازول يمكنها الحاق الاذى بالجنين وبالرضيع عن طريق افرازها في حليب الام. ايضا من يعاني من حساسيه مفرطه تجاه مكونات هيلسيك عليه الا يستعمله نهائيا. ما هي التفاعلات الدوائيه لهيلسيك مع الادويه الاخرى؟ لا يجب استخدام هيلسيك مع كلوبيدوجريل لانه يقلل من فعالياته في العلاج ويجعل المريض معرض اكثر للاصابة بالزفحة الصدرية او الجلطات. ومن الضروري مراجعة الطبيب واخباره بالادوية التي تتناولها المريض، واذا كان مضروري اخذها لابد من الفصل بينها في عدد من الساعات حتى لا يحدث تأثير تفاعل كيميائي بين الاثنين. ايضا لا يتناول مع الطعام لانه يؤخر امتصاص الدواء بشكل كبير، اذا هو يجب ان يؤخذ على معدة فارغة. ايضا لا يجب استعمال هيلسيك مع مشتقات الحديد او الامبسيلين او الكينوكونازول او اتراكونازول، لان هذه الادوية تقلل من امتصاص هيلسيك في الجسم فلا يكون بوظيفته بشكل جيد. ايضا يمنع تناوله مع الكحوليات بكل انواعها في فترة العلاج حتى لا يحدث اي ضرر في غشاء المعدة المبطن للمعدة. ايضا لا يجب تناول
هلسك مع السيوفيلين والأربارين والفينوتوين والديازيبام مع هذا الدواء، لأنه يؤثر تأثير شديد على صحة المريض. أيضا يمنع استعماله مع مضادات الفيروسات في نفس الوقت لتناول هذا الدواء. ما هو سعر هلسك؟ سعر هلسك في مصر، العلبة تحتوي على 14 كبسولة، تركيز 40 ملي جرام، هو 45 جنيه مصري. في نهاية الفيديو أرجو أن تكونوا قد استفدتم، أرجو أن حضراتكم تدعموا القناة بالاشتراك في القناة وعمل مشاركة للفيديو وضغط لايك، لأن ضغط اللايك بيخلي الفيديوهات تظهر في محركات البحث أكثر، وتضغط على علامة الجرس عشان يصلك كل فيديو جديد بنعمله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.